هقول لك على حاجه. الجهلاء فقط هم اللي فكروا بالطريقه دي، وانا ازعم انهم ليسوا بهذه الدرجه من الجهل وعدم الفهم يعني. لان احنا اولا حامل الكفر ليس بكفر، ثانيا حينما تنقل فانت بتنقل وبتنقض. احنا كنا ما بننقل، كنا بننقض وكنا بنقول راينا. وعلى فكره زي ما انت قلت في بدايه مقدمتك ان القنوات الخاصه هي التي افسحت المجال امام جميع المجتمعات بمختلف ثقافاتها انها تدرك ماذا يحدث في البلد. طب ما الامانه كانت تقتضي ان احنا ننقل لجوه بخيره وشره، بحلوه ومره، وهو ده اللي خلى الناس تصحى وخلى الناس تفوق تتحرك وتتحرك وخلى وكنا بنفسح المجال للراي والراي الاخر. هو احنا كنا بننقل الحزب الوطني وانت ما كنتش بتيجي تحضر في حوارات وتنقد؟ بلاش. استاذنا مهدي عاكف ما جاش سنة 2005 في عز مكانة لا يستطيع أحد أن يتكلم، واتكلم في برنامج اسمه حوار على نار هادية مع الله يرحمه محمود فوزي، الله يرحمه، على مستوى أربع حلقات ورا بعض، وكان بيقول رأيه بصراحة وكان بيقول بمنتهى الجرأة. وهذا رجل يملك من الوجدان المتحرر والصراحة التي تستطيع أن تقول يعني ما يشاء، ويملك أيضا من نواصي ومفردات اللغة ما يستطيع أن يعبر عن ما يريد. فألم يكن كل الإخوان طلعوا في المحور عندي في فترة من 2005 لحد 2000 لحد قبل الثورة كانوا بيطلعوا. مش بس الإخوان، والشيوعيين وحزب التجمع وحزب الوفد. ألم تكن قناة المحور التي نقلت انتخابات حزب الوفد وقالت أن ده أعظم بروتوتايب يمارس نوع من الديمقراطية؟ فإذا حينما ننظر إلى الأمور لا ننظر من زاوية واحدة، بل ينبغي أن نأخذ يعني ده منبر من منابر التنوير يقول لك ويقول عليك. صحيح. فإذا قبلت أن يقول لك فلازم تقبل أن يقول عليك، وإلا فأنت إيه؟ وشوف الأسوة الحسنة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب في الكتاب الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن القضية دي مش هزار، ده كلام شرع. ولما نيجي نتكلم معاهم قلت لك الحجة لا يضحطها إلا حجة أقوى منها. فليأتي من يخصيني وأنا أرحب به لعلي أنا اللي أنجح في إقصائه. إذا كانت مسألة إقصاء. لأن الذي يخصي الأيديولوجية والذي يخصي الفكر، فكر أقوى منه أو أيديولوجية لدى صاحبها قناعة أقوى من صحيح. الآخر. ومن هنا يأتي السجال. وعلى فكرة دائما العقلاء يكملوا نظرياتهم نظريات بعض. أنت خطأ يحتمل رأيك فيه صواب، وأنا صواب يحتمل رأيك فيه خطأ. فإذا أخذنا النظرية الثالثة، وعلى فكرة الناقل لا يبدع مهما كان حرفية النقل فيه، الذي يبدع هو الذي يأخذ منك ويأخذ منه ويأخذ من الآخر ثم يخرج بشيء آخر يبدع ذاته فيه وينتقل إلى المجتمع برؤية جديدة وفكر جديدة. وعظم التطور الإسلام في أنه ما حصرش نفسه في السلف في الصالح بس، ده اجتهدت كل الفقهاء واجتهدوا كل وأعلام كبيرة من أول يعني أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين، ويأتي بعدهم بعد ذلك أئمة الأربعة، ثم يأتي بعد الأئمة الأربعة علماء لا يعني إلى خاتم الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وسيأتي بعد متولي الشعراوي من هو يملك الحجة لأنه دين خصب. الرسول كان يقول أتيت القرآن ومثليه، خذ من القرآن ما شئت لمن شئت. فهذا دين عظيم وثري.